لأن أتقدم بأسمى آيات الشكر للسيد اللواء الدكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة على رعايته الكريمة لهذه الفعالية الثقافية الهامة. لقد دارت المناقشات خلال هذه الندوة حول تعاون المواطنين مع الشرطة من أجل صناعة الأمن، وبخاصة في مجال التوعية بأهمية إخطار الجهات المعنية بوجود غرباء في الأحياء السكنية، سواء كانوا مستأجرين أو مترددين على وحدات مفروشة أو مؤجرة، حماية لسكان العقارات ولقاتل الأحياء السكنية من اتخاذ تلك الوحدات المؤجرة أوكارا من جانب الإرهابيين أو من يأمونهم. وقد استعرضت المناقشات الأبعاد الأمنية لوجود مستأجرين غير مخطر بهم، كما تم استعراض الآليات المجتمعية المتعين اتباع